السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا النهارده في مطعم ولي الشام زي ما انتم شايفين كده، ده اسم المطعم. هوريكم بقى المنيو كده واحده واحده. اول حاجه قسم الشاورما. نمسك الورقه حلو كده عشان تبقى واضحه. بص، بنحب نوريكم كل حاجه بالتفصيل. يا رب الصوره تكون واضحه. القسم الثاني البيتزا، عشاق البيتزا يجمعوا هنا زي ما انتم شايفين كده. ده قسم البيتزا، دي الاضافات اللي بنضيفها للبيتزا. بصراحه اسعارهم جميله جدا 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 زي ما انتم شايفين. دي المشويات، قسم المشويات اللي الوجبات الغربي. صراحة ليهم توابل كده وليهم حاجات مميزة كده، دوقوها. ولو جيتوا المجال دوت، هو في حلوان على فكرة، ميتوهش ولي الشام. بصوا يا جماعة الأسعار جميلة جدا ازاي. الفراخ البروستو دي جميلة جدا. يا رب الجولة بتاعتنا كده تعجبكم كده ان شاء الله. تلكو الفتة في المشروبات، مناقيش، الحاجات بقى اللي هي ايه، المقبلات،